مميزة من برنامج صباحكم نور الذي تقدمه وتعده الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. خاصة العذراء مريم في زمن المجيء بنقاش موسع شارك في تقديمه من الجوانب الكتابية عبر الهاتف الأب فرح حجازين كاهن رعية الرميمين، كما وعرض أمين عام مطرانية اللاتين في الأردن الأب عماد علامات الإجراءات والترتيبات الاستعدادية للاحتفال بعيد الميلاد ضمن إجراءات استثنائية هذا العام بعد تفشي جائحة كورونا. فإلى هناك، ما في شك أنه مريم العذراء لها دور كبير في الفداء. مريم العذراء اللي استقبلت ابنها يسوع من السماء لم تحتفظ بإلها لوحدها، بل قدمته إنا. فإحنا في هذا الأسبوع الأخير من زمن المجيء بدنا نمضي مع مريم العذراء وهي تنتظر مولودها ومخلصها. لأنه ليس هناك من شخص أفضل من مريم العذراء لكي يعرف يسوع ويعرفنا بيسوع، يحب يسوع ويحملنا على محبة يسوع، يخدم يسوع ويحملنا على خدمته، يقتدي به ويدعون للاقتداء به، عملت دوما بإرادة يسوع وتدعون للعمل بإرادته القدوسة. هي التي قالت للخدم في عرس قانا الجليل: مهما أمركم به يسوع فافعلوه. وإذن ماذا نستطيع أن نقول في مدة قصيرة عن تلك التي اختارها الله وزينها بكل الفضائل، في تلك التي منذ نشيدها الأول تعظم والأجيال تمتدحها؟ سنكتفي بكلمة وجيزة في الأفكار الثلاثة التالية: أولا، ماذا قال الله عن مريم العذراء؟ ثانيا، ماذا قالت الكنيسة عن مريم العذراء؟ ثالثا، ماذا يقول الشعب المسيحي عن مريم العذراء؟ أولا، ماذا قال الله عن مريم؟ نجد ذلك طبعا في الإنجيل المقدس. أولا، اسم مريم هو اسم أرامي أو سرياني، ولهذا الاسم أكثر من 67 معنى، منها السيدة، الأميرة، العابدة، المحبوبة من الله، الجبل العالي، التقي، وما شبه ذلك. ومريم العذراء هي ابنة يواكيم وحني، وهما من سلالة الملك داود، كما نقرأ في إنجيل القديس لوقا: فيعطيها الرب لله عرش أبيه داود. كانت مريم العذراء مخطوبة ليوسف، وكانت الخطبة تعقد لمدة عام، وقد أعلن ملاك جبرائيل لمريم العذراء بأنها ستكون أم للمسيح المنتظر ابن الله. فقالت للملاك: هانمة الرب فليكن لي بحسب قولك. وقد قامت مريم العذراء بعد البشارة بزيارة خالتها إليصابات في عين كارم، فحيتها إليصابات بالقول: من أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي؟ فأجابتها مريم العذراء بنشيدها المشهور: تعظم نفس الرب. وبقيت مريم العذراء عند خالتها إليصابات مدة 3 أشهر إلى أن وضعت إليصابات ابنها يوحنا. وقد ذهب يوسف ومريم معا من الجليل إلى مدينة الناصرة إلى بيت لحم، وهناك في بيت لحم وضعت مريم ابنها البكر. وقد توالت سلسلة من الأحداث بعد الميلاد ظهرت فيها مريم العذراء بصورة واضحة، منها تقديم يسوع في الهيكل والقيام بفروض التطهير، زيارة الرعاة، زيارة المجوس، الهرب إلى مصر، وفي مدينة الناصرة أثناء حياة مريم العذراء العادية يذكر لنا الإنجيل المقدس حادثة صعود يسوع ومريم العذراء والقديس يوسف إلى القدس، وحيث فقدوا يسوع ووجدوه في الهيكل بعد 3 أيام. كذلك نرى مريم العذراء في عرس قانا الجليل، حيث حصلت من ابنها يسوع على أولى عجائبه. ومن يستحق أكثر من مريم العذراء على أولى عجائب يسوع؟ كذلك يذكر لنا الإنجيل المقدس أن مريم العذراء كانت تتبع ابنها يسوع وهو يبشر، متنقلة بين قرى ومدن فلسطين، وبلا شك قد سمعت مديح تلك المرأة لها ولابنها يسوع: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين الذين رضعتهما. فقال يسوع: بل طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظوها. ومن حفظ كلام يسوع أكثر من مريم العذراء؟ إذ عنها يقول الإنجيل المقدس: كانت مريم تحفظ جميع هذه الأمور وتتأملها في قلبها. اللي نتمناه أنه تكون هاي الفترة فيها نمو روحي بطريقة جديدة، فالروح يهب حيثما يشاء. نعم.
هذا حقيقة كتابية نؤمن فيها، وفي ظروف خاصة وفي ظروف معينة اللي فيها بدها وعي كمان، لأنه ربنا أعطانا القدرة على أن نكون واعيين ونميز. إنه ما بقدر أروح على الكنيسة اليوم، هذا لا يعني إني ما بقدر أكون بنمو روحي وبمشاركة روحية وبتحويل هاي الحالة من تحدي لفرصة للنمو الروحي، بس هاي فترة مؤقتة. الداس الإلهي هو في قلب مسيرة هذا النمو، والاقتراب من جسد المسيح هو في قلب هذا النمو. كنائسنا مش مغلقة، احنا كنائس مش مغلقة، وتم خلينا نحكي تنظيم الأمور، مثلا ليلة الميلاد إن يكون أكثر من قداس عشان الناس تقدر تيجي تصلي كمان. ولكن هون اللي ما بصير، احنا نحمل خلينا نحكي ضمائر الناس ثقل. الكبير في العمر اللي بالوضع الطبيعي هو ما بيقدر يروح يصلي في بيته وهو مرتاح ضميره، الكنيسة بتصله. لما هو ما بيقدر يصل الكنيسة، الكنيسة بتصله، كهنتنا بناولوا المرضى ضمن إجراءات صحية معينة كمان. الكنيسة هي جماعة تتحد مع بعض في كل الظروف، واللي ما بيقدر يطلع درجات الكنيسة، الكنيسة بتصل عنده. هون الإشي المهم إنه نعرف إنه إمكانية النمو في الروح هي واردة، وخصوصا أثناء الصعوبات ربنا بيضع نعمته نفتح قلوبنا لهاي النعمة في هذا الزمن. لأنه الناس تعودت على الابتعاد عن الكنيسة، وشوي شوي بطلوا يذكروا يعني يوم الأحد حتى أنه في صلاة اليوم. يعني في كتير من الشباب والعائلات اللي بطلت من شهر 3-4 من وقت ما سكرت الكنائس، ابتعدت عن الكنيسة وشوي شوي بطلت تذكر نهار الأحد حتى. يعني هذه الفئة اللي عم بحكيها بين الشباب والطالع، وحتى سيدات البيوت يعني اللي كانوا متعودات ياخذوا أولادهم يوم الأحد أو يوم السبت مساء أو الأحد صباحا على الكنيسة، هلا عم ينذكر منقولهم نهار الأحد اليوم. يعني كانوا أولا بالبيت نذكرهم من خلال الإعلان، من خلال صفحاتنا الفيسبوك، لأنه صارت الجائحة وقت عيد الفصح نقول الكنيسة وعاملين القداس كذا وعاملين القداس كذا. لكن هلا عم بشوف أبونا عائلات كتيرة ما عم تذكر نهار الأحد، فعم بشوف إنه في خطر كتير كبير إنه لا غنى عن الكنيسة، ونحن بظرف استثنائي اللي لازم عليكم تنمو بطريقة أخرى، لكان مش إنكم تحطوا إيديكم ممنوع ندخل. هنا ضروري جدا دور يكون في إبداع في توصيل الرسالة للناس. وهون دور أكيد الإعلام، ولكن ايضا بال خلينا نحكي التواصل. اليوم في عنا وسائل تواصل، لان الناس ما بتقدر تشوف بعض بس تقدر تتواصل مع بعض. فاستثمار هاي الوسائل لتحفيز الناس على ارتباطهم بكنيستهم هو إشي اكيد مهم كثير بهاي الفترة. أكيد. كثير مهم كمان نتفرج لقدام. يعني جوز هاي السنة كانت سنة غريبة وصعبة كثير على كثير ناس. الميلاد بذكرنا إنه الولادة الروحية ممكنة في خضم كل الصعوبات اللي الإنسان والكنيسة بتعيشها. الرجاء والأمل في ولادة جديدة هو إشي ممكن، لأنه اللي هو مستحيل في نظر الناس هو غير مستحيل لدى الله.